هذه أكلة غزوية أصلية. الله الله الله، طيب كيف؟ يلا علينا المية السماقة، بنحط الملح بعدين بنحط كيلو سماق. عيال الطبخة كبيرة طبعا بتكون حاطة مية، مغلية، حط مية مغلية بعدين تحط السماق بتخليه يغلي، يعني غلوتين يعني؟ يعني ربع ساعة بده. قديش سماق حط لك؟ تحط كيلو؟ تقريبا كيلو عشان يكون في حامض، عشان يحرق السماق. حطيت ملح بالأول وبعدين حطيت كيلو سماق، طفة كبيرة على الطنجرة هذه الطنجرة. بدي أحط السيرجة لقيتها، شوية زيت حطيتها لقيت، شوية قلت بنحط اللحمة عشان السلفة شوية. يعني اللحمة بس تاخذ لون بس، بعدين بتحط عليها مية. تمسك حالها. ثلاث روس توم هنا بدنا نطحنهم مع الجرد. قديش جرد ناشفة؟ يعني ثلاث معالق. ثلاث معالق لكمية كبيرة. قلت بنحط الحمص بعد ما نبلنا اللحمة شوية. قديش كمية الحمص؟ قد ما بدنا، قد ما بتحبوه يعني. يعني الحمص انت نقعاه؟ كنت مخزنه في الفريز. ايوه مخزنه في الفريز، عند الحاجه بتاخذيه عند الحاجه. ايوه يعني تقريبا قديش نقع فيه الحمص؟ 8 ساعات؟ عادي ساعتين ثلاثه عادي دغري بس يعني مش مشكله، يعني ساعتين ثلاث ساعات؟ لا لا مش مشكله. يعني بتحطيه مع اللحمه وبتسويه مع اللحمه، بتحطوا ميه؟ قلت بنحط له بس شويه ميه مش كثير، يعني صحن صغير لانه بكت لحمه، اللحمه بكت مياه يعني بدهاش كتير. اثنين مق مياه على اللحمه والحمص، نسيبهم حوالي يعني نص ساعه ما يستويوا، يعني نص لتر مياه حطيت. يستويوا بعدين نطبقهم مع بعض. بدنا نطفي الغاز ونستنى ما يبرد عشان نعصره ونطبخه على السريع ونعمل الطبخة كاملة. يعني لقيت السماق غلي بتطفيها لقيت. لقيت نطفي الغاز. اوكي. لقيت بدي احط مق سيرج. نحط تقريبا 10 روس بصل الطبخة تاعتنا. يعني تقريبا 2 كيلو. يعني زي كيلو ونص، 2 كيلو. كيلو ونص 2 كيلو. بصل. نغطيها 10 دقائق بس يتبل البصل. سلفحنا البصل هكذا، زبدة البصل بحط السلق. قديش السلق كمية؟ هم 6 كيلو، صفي 4. يعني بعد ما نظفتيه وفرمتيه صفي 4 كيلو صفي. غطيه 5 دقائق عشان يدبل شوية بعدين نكشفه. يعني بتغطيه 5 دقائق قبل ما يدبل؟ شوية. قلت بدنا ندير اللحمة عليه بعد ما سلفحناه والبصل. طبعا دبل هذا يعني. دبل ونص استوى، يعني مش كثير استوى، شوية 10 دقائق. يعني بتحط اللحمة هالقيت عليه؟ بنحط اللحمة عليه والحمص على السلق والبصل. نخليه هيك شوية 10 دقائق بعدين نشقلبه. ندير السماق عشان يبرد. هات معلقة. يعني بتاخذ المية تبعت السماق بس؟ ايوه بس المية تبعته. هي المية الحموضة اللي فيها. حط الطحين على السماق قد نص كيلو، ذوبه ولما تستوي اللحمة اديره عليه. يعني لقيت اللي عصرتي كل اللي عصرتي كل الكميه عصرتي؟ ايوه عصرتي كل السمك عصرتي، طلعت الخلاصه تبعته. لا ظل شويه تفل ناعم ما بأثرش مع الماء؟ لا بأثرش. يعني هو في عيارات 100% ثابته، هي بالعين يعني. هي يعني بعدين في ناس بيعملوه جامد وفي ناس بيعملوه طرف. يعني اذا لقيتيه جامد طري شويه ميه، واذا لقيتيه مرق حط شوية طحين ما بيأثرش قد مغرفة، يعني ما بيأثرش من مرة. قلتنا نرفع الغطاء نحط الدقة اللي هي التومة والجرادة.
لازم تضلها مع التومة بربع ساعة خلي تخش فيها طعم التومة. بدك التومة والجرادة يخشوا أيوة. بعض أو قديش؟ ربع ساعة. ربع ساعة. بعد ربع ساعة بعدين يحطوا السماق والطحين مع بعض. هلقيت احنا بدنا نحط التتبيلة الضايلة. هو الشطة. الشطة هذا حسب الذوق اللي عنده أطفال يكون حريص. وماجي وملح. شطة حسب الذوق وماجي. معلقتين قد ما بدكم يعني. ممكن نستغنى عنه الماجي؟ لا هو أساسي كمان زكي. ماجي بيعمل طعم زكي. معلقتين ماجي. ومعلقة ملح عشان في عليه ملح السماق. سماق مالح. سماق أو حامض. والماجي مالح كمان. والماجي مالح. يعني معلقة ملح. معلقة ملح حطينا. لقيت بحط السماق والطحين اخر مرحله. لقيت بنضلنا نحرك لما تستوي يعني ابو 10 دقائق هيك. يعني 10 دقائق تعتبر استوى. بعدين بنصير بنحط الطحينه وبنحط اخر مرحله الطحينه لانه ما بنحبش نحطها مع الطحينه وهي بتعمل. بعدين اخر مرحله بنحط الطحينه. بنحط طحينة ونستنى عليها لما ايش زي هيك تصير. يعني اول ما تبقبق زي هيك استوت حط له طحينة. قديش طحينة تقريبا؟ طحينة كيلو هذا بدها عشان فيها بركة الطنجرة. الطحينة بسموها برا في ناس ما بتعرفش الطحينة، الطحينة هي من السمسم. السمسم مطحون وبنعمل طحينة بيحكوا عنها في ناس. حرك حرك. في ناس تحكي عنها الراشي يعني ما بيعرف طحينة. كثير بسأل شو هو حضرة الحونة؟ شو هو اسم الثاني؟ صحة وعافية وسلامة سالمين. زايدين مش خاسين. خلص طفي طفي؟ طفي خلص. نسكب القلب؟ خلص بدنا نسكب. قد جاهزة بدنا نسكبها. سمية قد جاهزة. ألف صحة وعافية وسلامة سالمين. هيك جاهزة ما بتحلى إلا بزيت الزيتون، وأنا بحب أكل معها خبز القمح الكامل. يا عين لما تطلع مع كل لقمة تطلع شكفة لحمة إشي من الخيال، أكثر من روعة مع الفجل كمان والفلفل الأخضر الحار. هاد أكلة غزوية أصلية ومع البندورة. الله 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 على الجرجير. يا سلام. مع السلامة. بخير إن شاء الله.